ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ugu wanaagsan ilaa subhanahu wa ta'ala inoogu mana sheeganayo oo adiga hadda ay دليل أطوطه أنا جن الدليل وآية وحكم ده إنه إلهي الذي هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إنه إلهي إنه هم من الشيكت وحيا لها عن وحك فهنه كسو قاذن علمك فهنك عقلك كرتدة أودة إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه هم من الشيكت ما حكم ده السمع مقل كحكم ده هذا ده وح مقل ما أنت لو ما به يستوى إلهي سبحانه وتعالى سيدس أيوب كهذا جيبه هو قادر عليه إلى سبحانه وتعالى حلبو أبو ذا فعال لما يريد وحضن ويشميا إنه على كل شيء قدير أما إلى ذلك مركو إله كليه هو إذا على شيء إذا حكى قصر بحيي هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار إنه وحدك أركتا والأفئدة قليلا ما لعلكم تشكرون سأله وشكر لهذا ولا لي لو دوا تاسويا ساس الشيء لأن يرد بدن أي أمة ليان ما أركت الدون كان إن ما أردت لسكش قيستو كليا كيري ذي لإلاوي وحيا لبذل لأجل ذلك أنا أريد أصباريا أيا وحا إيسو بحث ولا لا آية من آيات الله سبحانه وتعالى إليه القرآن كيسا في قوله تعالى وحو كليه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب لأجل ذلك آية داني ولا ليال وحي زائد يعني أبا هانتا لأن يرد إني تفكر كسمية يعني قفك مسلم كأ أو إلهي آمن سئن تفكر أيضا كسمية لأجل ذلك وحال يرى هذا علماء المفسرين ابن كثير علماء بدن وحي أيضا كتفسيريا إنه يرى هذين يعني إلهي سبحانه وتعالى إنه قتل مامي عيداني الذي يعلم أن الذي إلهي سبحانه وتعالى إنه القرآن كان كسو دجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق وحق إلهي سبحانه وتعالى أكيس كيما ذي وآمنيا فيؤمن به وآمنيا ورمينيا وكعمل فليا هذا هو يعني فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب وأجه يعني حق إنه يهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول سوى الدجي وآمن سن يهي آمناد يعني قلبك مسكح ذو حؤلا ويصدق وآمن يا ويعمل وعمل بلا إيمان يا بما فيه أي بما فيه القرآن قرآن كاسلم يهي كالذي هو أعمى مسكو مدنا مركا كو متك كائن دالا أرين كاسي متك آنا أوغين متك آنا آمن سنين متك آنا كو عمل فليدين مسكو مدبا إنما يتذكر أولو الألباب اسكم إدماءها لأجل ذلك مرك ولا ليال إليه سبحانه وتعالى إنه محمد أيول القطابة يا وليه يا محمد إليه سبحانه وتعالى حقك ووسود الجي يعني ضد حاجر مؤمنين آمني دونه يعني كتاب كان كوسو دجيني يعني شكك اكتو ذا كمالهان يعني نا 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 ما 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 سؤال اسكو ما ويدينيان اختلاف كما جيرو محالة لها بل كله حق وحول بوكس هذا الكتاب كاسي إليه سبحانه وتعالى أكتس أيك إمادين وإليه سبحانه وتعالى قرآن كيسو حكوجر وعنده أم يعني إليه سبحانه وتعالى قرآن كانوا قتل ما إنه حفظ دونه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا الذكر القرآن هو الذكر إليه سبحانه وتعالى أنا بلنق هذا إنه حفظنا يوم لأجل ذلك مركب سيدة سدرت يعني آيات وحيت أي شبه ذا آيات ذكر الله إليه القرآن كيس كليه كما قال تعالى إنه إله سبحانه وتعالى قرآن كان مكسود الجناية عدل يعني إن رحمد إله سبحانه وتعالى جعل وحونا نهنينا يو يوحونا فريو كما قال تعالى سيد إله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا عادل الله سبحانه وتعالى هو العادل لأجل ذلك مركو سورة سورة أهريس ونمحس الوسود الجي والله سبحانه وتعالى كهلا يحير اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إله وحوش كنت المام إنه يهي الرب الأكرم إله سبحانه وتعالى كريم لأجل ذلك يحبنا إله ونجعل الله سيدرت الدين تاني نو بنياني نلاشي نو افتيمي ضد حاجر ده وحك يعني أنا كأركين بقى إلى سكوت يقولون كسكوت المهم سم بكم عمي فهم إيش لا يعقلون لأجل ذلك مركب ولا ليال
arintani isku mid ma aha run ahaantii. Qof arintan aaminsan, qur'aankan aaminsan, iyo qof aan aaminsanin isku mid ma aha. Laajli dalika, marka labada dariiqa marka aan ka hadlayay, dariiqana waa tan hadda sheegay, dariiqana waa tii ka horreysa aan sheegay. Doorashadan adiga ayay agtaada taalaa. Kama qaala tacaala, laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljannati, asxaabu ljannati hum lfaa'izuun. Isku mid ma aha walaalayaal. Yacni qof janno aaminsan u diyaar garoobayo, isku diyaarinayo يعني إلهي سيد المتقين تقتل ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموال إلى حكت المامي إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم رب إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كوا محسنين إلهي دورة إلهي سبحانه وتعالى أي أهايا لأجل ذلك مركا آية داني وآية آدي آد عجيب وآه ما دام إلهي أكسوك بقبي إنما يتذكر أولو الألباب لأجل ذلك مركا ولا ليال لأن يروي مركا حالد أن كجر نوان وذا قرنينا ما أنت إنستغرام كثيري سناب شات كثيري وفيسبوك كثيري سوشيال ميديا فيري بنانا ضفيري وحد لأن يرضى كان عيو إيقاب كي ونخميان صور كقاضو دينتين أبر برقيك ضدك كلان أبر برقيك سيدي ليين وحان أغاتها ولا ليال ضدك آن إشكشبه النوم النبي صلى الله عليه وسلم عادي ها الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه قوم فهو منه وحو يري قف يقوم اسكو اكيا وحو لميده اسغا ما تنت وحا لو جرنا يا سيده ددك كلا اونن الهي امسرين او جرتان ما انت با الهي سبحانه وتعالى هدو كورون يحي هب دقن كدرك لو غشت وحا لو غشنا سيده ددك كلا لاجل ذلك وحد اوغاتان الهي قران كيس انو كو يري يعني قل هل يستوي الذين يعلمون اي يعلمون بمعنى وحي اوغيهين نولش انو الهي سبحانه وتعالى انا ابوري جنه ابوري ناك ابو نار ابوري نولش نولو أبوري لأجل عبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ملا أوان لو ما أبو من أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى سبحانه وتعالى حجيري يعني أحسب الناس أن يقولوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كفتن كفتن ماءها الله هو الرزاق خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا كذبنا الرسول أيو إنو صدري أرنتا صدام ولا ليال وحي كتسين إيسا قفك عاقل كأه إلهي سبحانه وتعالى أولا بالتوفيق الله توفيق إلهي يلي كذبنا عقل إيسا استعمالا إني وحول بأو إفتيمي أي دونان مركا أني كاس أيان دوني إني دلقى بسوط قف البو لأن يرى حد إداونا يوالال كي يمس ولا شيء ديو نلوش هذا أذيقا إسعبر أذيقا بل الإنسان على نفسه بصيرة يعني قف والبنولش إيسا أيا أسكفيلا كل نفس بما كسبت رهينة والبن وحو كسبه أيو ليه لأجل ذلك أما فريق في الجنة وفريق في السعير إلى سبحانه وتعالى حق وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لك وحافي عن إلا سوعية إلا سوانية إلا الإسلادر إلا الإسلادر دارما أريك سيدوني يا مركا إن هذه لقب صدقيبتان آدي أدي وديراتي لكن وحائذ الله إله نقلق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل إلهي وحاوي ديسانينا توفيق دي أنيق ضدك مسلمين تاي لن يرضي إنه وافجع وحانكلو إلي سبحانه تعالى ويديسان إنه نقلق لن يرى والدك هذا أطيعا وإلهي كبقى وإلهي تلسارتا ما دام الله سبحانه وتعالى ويري فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين إلهي مؤمنين خالصا نقلقوا وجزاكم الله خيرا ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي